وبركاته. نحييكم من هذا المساء حيث التواصل عبر الهواء مباشرة من خلال نقل فعاليات اليوم الختامي للمهرجان السنوي الختامي الكبير والسامية في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. بدأنا من خلال هذه اللحظات، بدأنا في هذه اللحظة ننتظر لحظات الانطلاق، لحظات الاندفاع للقادمين في مشاركتنا في هذا المساء وفي هذا التحدي. على بركة الله وبسم الله دائما وابدا تعلن انطلاقة شوط الخنجر الذهبي، شوط التحدي الذهبي، شوط المنافسة الذهبية في هذا المساء الجميل، في هذه البداية المشحونة بالإثارة والتي تتواصل من أرضية هذا الميدان، معلنة ناقوس الانتصارات، ناقوس التحدي، داقة طبول حرب هذا الشوط من بدايته حيث أعلنت انطلاقة أول الأشواط. شوط الزمول الذي أعلن هذا الاندفاع في منافسة على 8 كيلومترات على الخنجر الذهبية، الجائزة القيمة التي انطلق بها المتشاركون هنا في هذه اللحظات. أسماء كبيرة قدمت هنا للمشاركة، انطلقت في هذه اللحظات. السليماني لهجن العاصفة، الفارس لسعادة الشيخ محمد بن مشعل بن حمد بن خليفة الثاني، الوعب لسعادة الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد بن خليفة الثاني، وذنان لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني، القحيدي لسعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني، السعدي الذي يعلن هذه الانطلاقة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم يصل في المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري الله الكيلو الأخير، كيلو النهاية السعيدة للفائز. ما شاء الله طارت الزمول، طارت الزمول، انطلقت في هذه اللحظة تعلن هذا الاندفاع، تعلن هذه اللحظات الجميلة التي تقدم هذا الأداء مع هذا الانطلاق. المفتي لا زال على المركز الأول، على الانطلاق الأول لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، لكن حالول، حالول وصل، حالول انطلق، حالول تقدم، حالول في المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي العملاق، العملاق اللي بدأ يشكل هذه الخطورة، يشكل هذا الاندفاع، يشكل هذه اللحظة. جاوز يا مجاوز، حالول، حالول غير المركز الأول، غير الانطلاقة الأولى، غير المسار الأول، غير هذه اللحظة، غير هذا المسار. ما شاء الله لحظات النهاية، الاقتراب، حالول المفتي، حالول، حالول لازال على الصدارة، على الاندفاع الأول، على المركز الأول في هذه اللحظة، في هذا المساء مع هذه الانطلاقة. حالول المفتي، حالول المفتي، حالول المفتي، حالول المفتي، حالول المفتي، يا الله 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 الله، المفتي، 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 نقل السلام. هبت العاصفة، هبت العاصفة، سلام يا العاصفة، سلام، سلام يا دولة الإمارات، سلام، مشكور يا بن غراب على الترشيح المتميز، ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز المفتي بالمركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني حالول لسعادة الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الثالث الواعب لسعادة الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الرابع مكلف لسعادة الشيخ تميم بن جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس جزيل لهجن الرئاسة بدولة الإمارات. إذن هذه اللحظات الأخيرة، هنا الانطلاقة، هنا التوقيت الزمني. سلامي عليك يا المفتي، أفتى بهذا الشوط 12 دقيقة 26 ثانية 43 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب حالول مع هذه الانطلاقة، إذا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني، شكرا سلطان محمد الوهيبي. 12 دقيقة 27 ثانية 28 جزء من الثانية، والمركز الثالث
الوعب تانينا وانا مسعد شيخ عبد الله بن مشعل بن حمد بن خليفه الثاني. شكرا سالم من فاران المري 12 دقيقه 33 ثانيه 14 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس. تبقى شوط الاحلام الذي يعلن هذه الانطلاقه، والميكروفون يعود الى زميل سعد بن متلع الاعتيد.